يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كنت أعمل في الصغر عند أناس أغنياء، وكنت أجد بيضة الدجاج فأخذها منهم وهم لا يعلمون، وأشتري بها أشياء، وأنا جاهل بالحكم في ذاك الوقت، والآن قد ماتوا ولهم ورثة كثر، فماذا يلزمني الآن وأنا لا أعلم عدد ما أخذت من البيض؟ على كل حال هذا لا يجوز، وتقدر ما أخذته، تجتهد في تقديره وتحتاط، تدفعه لورثتهم، فإن لم تجد لهم أحدا ولا تدري وينهم ولا تصدق بهذا المال على أن ثوابه لهم وأن تخلص منه. نعم.